نشحن هذا الموروث قد ما نقدر نحافظ عليه. هادي المنصوري من دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد صقاقير الدولة وأحد أعضاء مؤسسة KH Falcon. المركز يعد من أكبر المراكز المتواجدة في العالم العربي. يحتوي هذا المعرض على أكثر من 800 صقر، بالإضافة إلى أنواع نادرة لا تتواجد إلا في عدة دول. أول صقر اقتنيته قبل دخولي للمرحلة الدراسية، يمكن من عمره أنا 6 سنوات، كان جايني هدية أتذكرها للحين، مرسوم في خيالي. واجهت صعوبة في تدريبه بداية، واجهت صعوبة في التعامل معه، وهذيك الأيام كان حتى تغذية الطير صعبة علينا. اليوم الطير هو شعار دولتنا، فنحن كمقتنين الطيور كأصحاب الطيور لازم نحافظ عليه حتى نهاية المشوار.